ايوه كده، لما ابتدي واعمل الغدا عشان لما ابو سيمبا يرجع من الشغل يلاقي الغدا جاهز يتغدى على طول، وبعد كده بقى ينزل على الشغل التاني بتاع بالليل. ربنا يعينه يا رب. ايه ده ايه ده يا خبر، ده مفيش هنا مكرونة. صحيح ده اخر كيس انا كنت عملته الاسبوع اللي فات ونسيت اشتري مكرونة تاني. يا سيمبا يا سيمبا تعالى يا سيمبا. نعم يا ماما، حضرتك بتندهي عليا يا ماما. ايوه يا سيمبا، بنده عليك يا حبيبي. كنت بتعمل ايه دلوقتي يا سيمبا؟ ايه، كنت اتفرج على الكرتون يا ماما. طيب خد يا سيمبا يا حبيبي الفلوس دي وروح بسرعة عند السوبر ماركت ده القريب من البيت، وهاتلي بسرعة كيس مكرونة يا سيمبا. حاضر يا ماما، من عيني الاتنين. بس اسمع يا سيمبا، اسمع يا حبيبي، ما تتأخرش يا سيمبا، على طول هات كيس المكرونة وتعالى، علشان بابا يا سيمبا زمانه جاي من الشغل وضروري اخلص الغدا بدري. على طول على طول يا سيمبا وتعالى يا حبيبي. حاضر يا ماما، مش هتأخر خالص، جاي على طول. ايوه يا أرنوب، شوف يا أرنوب، شوف البطة بس بتعمل ايه. يا خبر يا خبر، بتحط وشها كله في المية وتطلعه تاني. شوف يا أرنوب، انا اول مرة اشوف في البحيرة دي بطة. كل مرة باجي العب هنا في البحيرة بس ما بلاقيش بط ولا بلاقي اي حاجة ولا حتى سمك. اول مرة اشوف البطة دي هنا في البحيرة يا أرنوب. وانا برضو وانا اول مرة اشوفها برضو يا أردون. بس بطة شكلها جميل والوانها جميلة. كل يا أردون معايا بالفشار بتاعي. قول يلا خلينا نخلص الفشار ده. ازيكم يا اصحابي، ازيك يا أرنوب، ازيك يا أردون، عاملين ايه يا اصحابي؟ الله الله، ايه البطة دي؟ ايه البطة دي بتاعت مين فيكم؟ الحمد لله يا سيمبا، احنا كويسين. لا يا سيمبا، احنا كنا جايين نلعب هنا لان البطة دي في البحيرة، احنا اول مرة نشوفها. حتى ارنوب برضو بيقول لي ما باجي العب ما بلقاهاش. مش عارف والله يا سيمبا، البطة دي جاية منين ولا كانت فين؟ حاجة تتوه بصراحة. انت رايح فين يا سيمبا، ولا جاي تلعب معانا؟ لا يا اصحابي، انا رايح اشتري لماما كيس مكرونة علشان بتعمل الغدا وما لقيتش مكرونة خالص في البيت. طيب يا سيمبا تعالى كل فشار معانا، وتعالى كمان نلعب كرة مع بعض. ماشي يا اصحابي. يا خبر يا سيمبا، يا ترى انت فين؟ اتأخرت قوي يا سيمبا. يا ترى انت فين يا سيمبا، يا ترى انت فين يا سيمبا؟ كل ده في السوبر ماركت بيجيب كيس مكرونة، مش عارفة ازاي ده السوبر ماركت قريب جدا مننا. هو راح فين الولد ده؟ راح فين يا ترى؟ راح فين ده؟ بابا زمانه جاي من الشغل وانا كنت زماني دلوقتي خلصت الاكل. ده بقاله اكتر من ساعة برا البيت بيجيب كيس مكرونة. انا مش عارفة، يكون بيلعب مع اصحابه ونسي ولا حاجة. يا خبر يا سيمبا يا خبر، اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اهو شكله جه، اما اروح افتح له. ايه ده ابو سيمبا؟ ايوه ام سيمبا، لو سمحت يا ام سيمبا حطيلي الغدا احسن، انا واقع من الجوع. النهارده خرجوني من الشغل نص ساعة كده بدري، بس جاي جعان قوي يا ام سيمبا. لو سمحت يا ام سيمبا حطيلي عشان اتغدى. مش عارفة اقول لك ايه والله يا ابو سيمبا، مش عارفة اقول لك ايه، اصل انت ما تعرفش الموضوع. موضوع؟ هي الحكاية فيها موضوع يا ام سيمبا؟ بقول لك عايزة اتغدى تقولي ما تعرفش الموضوع؟ حطي بس الغدا الاول وبعدين نشوف الموضوع ده فيه ايه. اصلي يا ابو سيمبا بقى بصراحة، سيمبا نزل عشان يجيب كيس مكرونة وبقاله دلوقتي حوالي ساعة ونص ما جاش، وما جابش كمان المكرونة، وانا قلقانة عليه ومش عارفة يكون راح فين، وكمان اتأخر عليا قوي على ما اعمل الاكل ده. قلت له يا سيمبا، انا منبهه عليه وقلت له تعالى على طول يا سيمبا، بس انا بصراحة مش عارفة ايه اللي اخره كده. خلاص يا ام سيمبا، انا خارج ابص عليه.
يا رب سيمبا ابني يكون بخير يا رب يا ربي، انا قلقانة عليه يا رب. يا ترى انت فين يا سيمبا؟ يا ترى انت فين يا سيمبا؟ ساعة ونص بحالهم بتجيب كيس مكرونة، يا ترى رحت فين يا سيمبا؟ يا ترى انت فين يا ابني يا ترى؟ يا ترى ال50 جنيه اللي ماما ادتها لي راحت فين يا ترى؟ يا ترى وقعت مني فين؟ انا غلطان برضو اني قعدت اكلت فشار مع اصحابي واتفرجت على البطة، البطة اللي عمالة تلعب في المية، وكمان قعدت بعد كده العب كورة. انا غلطان، يا ترى ال50 جنيه راحت مني فين؟ يا ترى وقعت مني فين؟ وماما دلوقتي مستعجليني عشان اجيب المكرونة. انا غلطان، يا ترى انت فين يا 50 جنيه؟ يا ترى انت رحت فين؟ ايه ده؟ بابا؟ ايوه يا سيمبا. بابا يا سيمبا انت فين من الصبح؟ ماما في البيت قلقانة عليك، بتقول ان هي ادتك فلوس عشان تنزل تجيب كيس مكرونة، وانت فين من الصبح يا سيمبا؟ ما جبتش المكرونة وروحت لماما على طول ليه يا سيمبا؟ اصلي يا بابا الفلوس وقعت مني، يا بابا الفلوس وقعت مني، وقعدت ادور على ال50 جنيه مش لاقيها خالص خالص يا بابا. خلاص خلاص يا سيمبا، روح على البيت لماما عشان ماما قلقانه جدا جدا عليك، وانا هشتري المكرونه وهاجي وراك ان شاء الله. يلا يا سيمبا خد في وشك على طول يا حبيبي، وروح على البيت وقول لماما بابا بيشتري المكرونه وجاي ورايا. حاضر يا بابا، انا مروحه اهو. ايه ده؟ ده انا كده قلقت اكتر، يعني ابو سيمبا رايح يشوف سيمبا، اتاخر هو كمان وما جاش، يا ترى في ايه يا ترى؟ يا ترى نفسي حد يطمني. ايوه الباب بيخبط اهو، اما اروح بسرعه بقى اشوف مين على الباب. يا رب يطمني يا رب يطمني. ايه يا سيمبا انت كنت فين ده كله يا حبيبي؟ وفين كيس المكرونه؟ وفين كمان بابا؟ شفته بره ولا ما شفتوش يا سيمبا؟ بابا يا ماما بيجيب كيس المكرونه وقال لي روح انت يا سيمبا اسبق على البيت، وهو هيجيب المكرونه وجاي. اصلا يا ماما لما نزلت اجيب المكرونه لقيت صحابي وقعدت العب معاهم واكل فشار، ولقيت بطه كده عماله تلعب في البحيره كان شكلها حلو قوي، وقعدت شويه مع اصحابي نتفرج على البطه وناكل فشار، وبعد كده أرتون صاحبي راح جاب الكورة وقعدنا نلعب ماتش كورة يا ماما، فيا ماما ال50 جنيه وقعت مني. وأنا كنت خايف أجي البيت يا ماما، أحسن حضرتك تضربيني. لا لا أنا مش هضربك ولا حاجة يا سيمبا، أنا هديك عقاب أشد كمان من الضرب. أنت ملكش مصروف يا سيمبا، ملكش مصروف، وال50 جنيه اللي أنت ضيعتها دي هتتخصم من مصروفك، وكمان عشان ما سمعتش كلام ماما لما قلت لك تعالى بسرعه يا سيمبا وقعدت تلعب مع اصحابك، مفيش نزول ومفيش لعبه مع اصحابك لمده اسبوع كامل يا سيمبا، هتقعد في اوضتك كده وتبص من الشباك كده ولا من البلكونه وتشوف اصحابك هما بيلعبوا ومبسوطين وانت قاعد محبوس في البيت، عشان اما ماما بعد كده تبعتك مشوار وتقول لك هات حاجه وارجع على طول يا سيمبا تبقى تسمع كلام ماما، تبقى تمسك الفلوس وتحافظ عليها وتروح تشتري الحاجه الضروريه اللي ماما قالت لك عليها وترجع. ادي باباك جه من الشغل اهو ملقاش الغدا خلص، ينفع كده؟ ينفع كده يا سيمبا؟ يلا يلا ادخل اقعد في اوضتك، وانا زعلانه منك وكمان مخصماك النهارده ومش هكلمك خالص. انت لازم تعرف غلطك، انت مبقتش صغير يا سيمبا، لما اقولك على طلب واقولك تجيبه بسرعه تروح وتجيلي على طول. يلا يلا ادخل اوضتك جوه اقعد فيها. والله يا ماما انا عارف ان انا غلطان واستاهل كمان العقاب اللي حضرتك قلت عليه ده، انا المفروض كنت اشتري الحاجه وارجع على طول، بس بقى السيد مع اصحابي وقعدنا ناكل الفشار ونبص على البطه يا ماما ونلعب كوره كمان، وال50 جنيه مش ملقيتهاش بعد كده، مش عارف هي راحت فين. انا غلطان يا ماما انا غلطان، بس عشان خاطري يا ماما سامحيني وما تزعليش مني. يا اصحابي لما مامتكم تطلب منكم حاجه وتديكوا فلوس تجيبوها تروحوا بسرعة يا أصحابي تجيبوا لماما الحاجة اللي هي عايزاها وترجعوا البيت على طول، ما ينفعش تقفوا تكلموا أصحابكم ولا تلعبوا معاهم وتتأخروا على ماما يا أصحابي، أحسن مامتكم تزعل منكم وتعاقبكم زي ماما كده ما زعلت مني وعاقبتني يا أصحابي. يلا يا أصحابي ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. باي.
ولو عجبكم حواديت سيمبا يا أصدقائي ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يجيلكوا كل فيديو جديد بنقدمه لكم على القناة. مع السلامة.